بكل المحبة والاحترام نرحب براعي حفل انطلاقة معونة الخير السنوية السيد جورج أبو خضر وعائلته الكريمة، كما نرحب بقدس الأب قسطنطين قرمش جزيل الاحترام رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، مديرة المدرسة السيدة مي لقسوس. نبدأ بدعاء لقدس الأب قسطنطين قرمش جزيل الاحترام، فليتفضل. بسم الله وابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم العبر تأتي إلى المغار لتلك الكلمة التي قبلت ولادة لا تفسر ولا ينطق فيها إفراحي أيتها العذراء الجمعية مع الملائكة والروح أظهر من شركك طفلا جديدا وهو إلى هنا أولاده الأخ الحبيب جورج أبو خضر والأسرة الكريمة، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويقويكم على نشأة هذه العملية. تشوف العالم الحاضر كل يوم في الجرائد في جوع في العالم، لكن إحنا بسبب إحنا تمسكنا بإيماننا القويم ثابتين على الكنيسة، ثابتين على المحبة، ثابتين على المساعدة، ثابتين على كلمات المسيح اللي بيقول دائما لو سقيتم ماء كأس ماء بارد باسمي فيكون ربنا بباركه وبزيده. وهيك هذه الأسرة اللي بتزيد قوة في قوة لمساعدة الفقير والجوعان من 70 سنة وإحنا في هذه العهد. ربنا يحفظكم ويحفظ الكنيسة، يحفظ الجمعية بكل أسرتها من المدرسة الطالب الصغير اللي حط في بيت دروب لا هذا القصر اللي نحن بنفتخر فيه. الله يكون معكم ويحفظكم ويبارك بكل من ساهم في تعبئة أي كيس صغير في للمحتاجين. الله يخليكم وكل سنة وانتم سالمين، يديمكم دائما في عمل البناء اللي بفيد الأسرة وبفيد العائلات الفقيرة، والله يكون معكم ويحفظكم. ومع كلمة نائب رئيس الهيئة الإدارية ومقرر لجنة المعونة السيدة نهى شنودة، فلتتفضل. السيد جورج أبو خضر المحترم راعي معونة الخير لهذا العام، الأب قسطنطين قرمش جزيل الاحترام، أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية المحترمين، السيدة مي قسوس مديرة المدرسة والكادر التعليمي والإداري للمدرسة، السيدة زاهية أبو خضر مديرة روضة وهبة تماري وكوادر الروضة لأنهم مساهمين كمان بالمعونة، السيدة رولا طرزي الباحثة الاجتماعية، الأستاذ عصام خوري مقرر لجنة النشاط وأعضاء اللجنة الكرام، ممثلي الأفراد والشركات والمصانع الداعمين لهذا المشروع الخيري السنوي، الحضور الكرام، أهلاً وسهلاً بكم في هذا اليوم في ربوع الوطنية الأرثوذكسية لنحتفل معاً
بانتهاء التحضير لحملة معونة المعونة السنوية، ولنبدأ اليوم بعد الظهر بتوزيع هذه الطرود المليئة بالخير على مستحقيها. إن عيد الميلاد هو عيد المحبة والعطاء والخير، لذلك الجميع تعاون في تلبية رغبة العائلات الأقل حظاً في الحصول على ما يمكنهم من الاحتفال بهذه الأعياد المجيدة أسوة بإخوتهم المحتفلين بهذا العيد. عيد ربنا وإلهنا في مدينة بيت لحم الذي ولد في مذود بسيط في مغارة، وهو الرب الإله القادر على أن يولد في أفخم القصور، ولكن ليعلمنا التواضع والبساطة والتعاون. لقد قرأت قولاً أعجبني، القول يقول: أنت لا تستطيع أن تأخذ أموالك معك إلى الآخرة، ولكنك تستطيع أن تجعلها تستقبلك. شكراً لراعي الحفل، والشكر الموصول لكافة الداعمين من أفراد وشركات ومؤسسات ومصانع. شكراً لطلابنا في المدرسة وكذلك أطفالنا في الروضة على جهودهم في المساهمة في حملة الخير. المعطي المسرور يحبه الله. شكراً لمدارسنا والقائمين عليها، وكذلك اللجان الجمعية التي ساهمت في دعم وإنجاح هذا العمل الخيري بمناسبة الأعياد المجيدة. شكراً لطلابنا الأطفال الحلوين اللي أتحفونا أو هلأ بدون يتحفونا بالثلاثين الحلوة لعيد الميلاد. شكراً مس سابيتانا ولكل القائمين. شكراً للجنة التصوير كمان. أهلا وسهلا بكم، متمنين للجميع أعياداً مباركة وسنة جديدة ملؤها الخير والسعادة 2023، وإن شاء الله بهذا العام بعمل السلام والمحبة والأخوة، ويبعد عنا شبح الحروب والمشاكل. شكر شكر خاص فاتني أن أشكر الأستاذ بطرس دبو اللي قام على أو أشرف على تعبئة كل هاي الصناديق. اشتغلين لها وعطيه ألف عافية. إن شاء الله بضلوا معنا على طول حتى يقوم بهاي المهمة الكبيرة. شكراً للجميع. وهلأ مع ترانيم ميلادية لكورال الصفين تاني وتالت بمرافقة المعلمة سبيتانا فرعوني، الأستاذ عبد الهادي جعفر، الطالبة الخريجة جوليانا جنحو، والطالبة لونا عبابنة من الصف السادس. Bye.
بطل عبينا الكرتونه.